أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم همسات في حياتنا طبعا النهارده يسعدني إن يكون معايا في الحلقة معالي المستشار محمد علي كموش المستشار القانوني لحزب التحرير المصري والمنسق العام للحركة الشعبية في حب مصر ونائب منظمة الحق المصرية لحقوق الإنسان ومدير مكتب الأستاذ الدكتور أحمد عبد الحميد حسين أمين للاستشارات القانونيه في العاشر من رمضان باحث في القانون المدني جامعه الزقازيق اتشرفت بحضرتك يا فندم اهلا وسهلا دكتوره اهلا وسهلا اهلا أهل بحضرتك أهل معايا طبعا النهارده هنتكلم بقى في حاجه يمكن بتشغل الاف المصريين او ملايين المصريين مش مزبوط. هقول الاف مظبوط انا طبعا هبدا الحلقه النهارده بتحيه حب واجلال وتقدير لسياده رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي أنا وكلنا بنتعلم من سيادته ومن اقواله واللي قال لنا مقوله شهيره جدا ومقصوده ومقصدينها في الحلقه النهارده مفيش حاجه ببلاش احنا مش في طابونه ادفعوا القيمه الحقيقيه لما تستخدموه ومن هنا ببدا حلقتي بسؤال لمعالي المستشار محمد علي كموش كلنا طبعا نعرف شرع ربنا وكلنا عارفين الشرع خاصه في المواريث طيب انا لما اجي اورث المفروض ان انا اورث اولادي مش اولاد الساكن عندي انا طبعا عايزه اتناقش مع حضرتك في الجزئيه دي وخاصه من وجهه نظر الشرع وعايزه اعرف بالنسبه لقانون الايجار عقود الايجار القديم عايزه اعرف اللي بيحصل ده حلال ولا حرام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد طبعا لو تكلمنا على موضوع العقود او كلمه عقود فهي كانت في السابق وقبل الاسلام ايام سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم ايام السيده هاجر رضي الله عنها عندما آه ظهر لها بئر زمزم فطبعا جم اهل قريش يقولوا ان البئر دوت بتاعنا والبئر دوت خاص بالمنطقه وخاص بكذا وان انت جيت عليه وان انت كذا فطبعا اتفقوا مع كبراء قريش ان هم ياجروهم هي تاجر لهم الايه؟ البئر فطبعا لما جت تاجروا البئر عايزينها مده كبيره او مده بدون آه بدون تقيد او بدون مده معينه يعني سنه 2 3 4 فهي طبعا اثرت ان العقد يكون او عقد الايجار اللي هم ه... اللي هي تستأج... هتاجره لهم يكون ايه سنه واحده حتى في العام المقبل تشوف الوضع بتاع البلاد وتزود من الايجار فموضوع تزويد الايجار ده شيء شرعي شرعي من مما قبل الاسلام وطبعا يمكن حضرتك لو اتكلمنا على آه الـ في الـ في الموضوع البدني او الموضوع الشخصي فقد آه فكانت بنت سيدنا شعيب عندما ذهبت آه الى البئر لكي تسقى فوجدت سيدنا موسى عليه السلام, عليه السلام فلما سقى لها فقالت قولتها او نزل الايه القرانيه اللي بتقول ايه يا ستي آه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ابتي استأجره انه خير من استأجرت القوي الامين. فكان يعني عايز اوضح لحضرتك ان موضوع الايجار او موضوع الايجار ده ما قبل الاسلام وما قبل في ايام الفراعنه. اما من الناحيه الشرعيه بقى فهنتكلم في حاجه فان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. فمن هنا اقول لا يجوز اكل اموال الناس بالباطل. فهذه امور تسبب احتقان بين اطياف الشعب الواحد. ليه نعمل مشاكل ونعمل احتقان بين الشعب بين المالك وبين المستاجر؟ فهذه الامور في الشرع حدد مواثيق، الشرع حدد مواثيق لصحه عقد الايجار. من بين هذه المواثيق للمالك والمستاجر فعقد الايجار في الاسلام لابد ان يحدد بمده. عقد الايجار القديم ليس له مده. فاتحين اللي انا اعرفه ان عقد الزواج بس هو اللي عقد ملو. الزواج ليس له مده اه تمام فلو عقد الزواج له مده اه فلا يصح عقد الزواج الا في بعض الطوائف الاخرى بلاش ان احنا ننساق على موضوع عقد الجواز والحاجات ديت خلينا في عقد الايه الايجار طبعًا. فلابد طبعا عقد الايجار ده يكون له مده مده معينه لابد ان يكون له قيمه متوازنه من المالك والمستاجر فلابد ان يكون في منفعه انا اعطيتك شقة أنت تعطيني حق الشقة أنا أعطيتك شيء مقابل شيء مش أنا أديلك مثلا عربية تمنها 200 300 ألف جنيه وأنت تقول لي والله أنا ممكن أتأجرها لك ب جنيه في اليوم فده لا يجوز شرعاً فطبعاً خلال ذلك كان العقد باطلا غير صحيح شرعاً فالشرع يرفض المدة الأبدية شرعنا الحنيف يرفض المدة الأبدية ولا يجوز توريث العقار أنا أورث أورث الشيء لأن عندنا حتى في القانون بيقول لك لا يصح الذمه تورث الذمه الماليه يعني انا عندي ذمه ماليه ما ينفعش ان انا اورثها لابني لكل منا ذمه ماليه تمام فما بين على فما بني على باطل فهو باطل فسؤال حضرتك لا يجوز شرعا فعلا توريث العقار لانه ليس ملكا لي طيب ده من وجهه نظر الشرع طيب. لو احنا اتكلمنا من وجهه نظر القانون او, أو لو انا عايزه اعرف راي حضرتك من الجهه القانونيه في مدى صحه عقود الايجار القديمه. طيب هنتكلم مع بعض بمنتهى الصراحه كده اي حاجه في الدنيا لابد وخاصه في العقود لابد ان يكون هناك تراضي بين المالك والمستاجر لان العقد بيبقى عقد اسمه بنسميه عقد رضائي او عقد توافقي بين ارادتين. مو... تمام فطبعا العقد لابد ان يكون في صفه تراضي ما بيني وبين الملك او ما بين المستاجر وما بين الملك من الناحيه القانونيه فالاصل في العلاقه الايجاريه هو قانون مدني الاصل في العلاقه الايجاريه هو من ضمن القوانين المدنيه طيب الا انه استثنى في فتره من الزمن سنه كانت سنة تقريبا 1920 اللي هو أيام قيام الحرب العالمية الأولى استثنوا الحكومة استثنت هذا هذا الحق المدني لحاجة في أمر الدولة بما تحتويه من مشاكل كان حروب واقتصاد واقتصاد واجتماع فكان هناك أمور استثنائية لهذا القانون. طيب فصدرت قوانين تواكب متغيرات سياسيه واجتماعيه واقتصاديه مرت بها مصر. وامتداد العقود الايجاريه بعد انتهاء مده العقود الايجاريه الى بعد الانتهاء. نظرا للظروف الخاصه بالبلد بدات العقود الايجاريه الايجاريه ان هي تمتد فتره واثنين وثلاثه ودون خروج المستاجر. تلقائيا طبعا. وكانت تقصد بذلك ظروف معينه في فتره محدوده. تقصد ظروف معينه في فتره محدوده. طيب كان في الحرب العالميه الاولى كان صدر قانون رقم 11 لسنه 1920 بتقيد اجور المساكن حيث وضع حد اقصى للاجره المتفق عليها لسنه 1914 مضافا اليها 50% وعدم اخراج المستاجر الا اذا اخلى بالايجار كان اياميها قال لك لو لو اخلى 15 يوم يطرد المستاجر قال لو فتره ان هو ما عملش صيانه للمستاجر يطرد المستاجر وتلاها القانون رقم 1921 بسريان التقيد بالإيجار دون زياده. مع الحرب العالميه الثانيه صدر القانون رقم 151 لسنه 1941 بمنع الملاك من زياده القيمه الإيجاريه وامتداد العقود تلقائيا مراعاة لظروف الحرب. طيب فتره ما بعد سنه 1952 وحتى الستينات فكانت هذه الفتره تم إصدار مجموعه من التخفيضات. يعني الملك ده مسكين الملك ده صدر له قرار فترة من التخفيضات 15% في 20% في 35% على مر هذه الاوقات بالنسبة للايه؟ لما جينا بقى للقانون رقم 168 لسنة 61 خفض 20% ثاني ثم صدر القانون رقم 46 لسنة 52 تم تحديد القيمة الايجارية على أن يعطي الإيجار عائداً سنوياً قدره 5% ثم جاء القانون رقم 67 65 بالتخفيض 35% المهم خلينا بقى في السبعينات صدر القانون رقم 49 اللي الناس نسيته خالص والناس لم تذكره ليه معرفش ليه ان انت بتضيع حق المالك فقد صدر قرار قانون سنة 1977 ألغى جميع القوانين الإيجارية السابقة يعني اذا ألغاه قال لك القوانين السابقة ديت كانت قوانين استثنائية للحروب أو بسبب مشاكل أو بسبب اقتصاد أو بسبب اجتماع أو إيه نص بقى القانون 49؟ القانون 49 لسنة 1977 ألغى جميع القوانين الإيجارية السابقة واستحدث أحكام جديدة استحدث أحكام جديدة لصالح المالك اللي هي بدأت لصالح المالك لصالح المالك بالظبط وصلت وصلنا لفترة الثمانينات صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو القانون الاول الذي اتجه الى احداث توازن القانون ده ممتاز جدا اللي هو في فتره الثمانينات اللي هو القانون 136 لسنه 1981 وهو القانون الاول الذي اتجه الى احداث توازن لصالح الملاك واحداث توازن في السوق الإيجاري يعني عمل توازن ما الملك عمل بين الملك والمستاجر عمل بين المالك والمستاجر حفظ حق المالك وحفظ حق المستاجر طب إيه بدا يتكلم بدا يتكلم هقول لحضرتك أوه. بدا يحدث حاجات زي ايه مثلا بدا ان هو يرفع القيمه الايجاريه لصالح المالك ورفعها بنسبه بسيطه ووضع قانون ان لابد ان يكون في مناصفه في صيانه المنزل في صيانه البيت في صيانه الشقه في صيانه العقار العكور. تمام طيب اهمها بقى اللي انت حضرتك سالت فيه احداث التوازن ديت تحديد قيمه ايجاريه للاماكن السكنيه 7% من قيمه الارض وده كانت منصفه اعفاء الوحدات السكنية من الضرائب العقارية ده كانت برضو منصفة للطرفين المستاجر والمالك زيادة أجرة لغير في 30% ويخصص للمالك نصف هذه المبالغ لترميم والصيانة فترة التسعينات بقى الحالية اللي احنا ماشيين عليه اللي هو قانون رقم 4 لسنة 1996 الذي أطلق حرية التعاقد وهو ما أطلق عليه قانون الإيجار الجديد قانون الإيجار الجديد رغم أن احنا برضو الناس فهمته بطريقة خاطئة قانون الإيجار الجديد لما قال في البداية إن لابد إن إحنا نزود عشرة في المية لمين؟ عشرة في المية لعدم ليس للايه للمحلات التجارية وما إلى ذلك فبدأنا نرفع الإيجار على الساكن ونرفع الإيجار على المحلات ولكن الشعب كان بيطالب بإن يخليها ثلاثة في المية يخليها واحد في المية يخليها أربعة في المية حتى يكون هناك توازن ولكن للاسف الشديد حتى في الايجار الجديد بدانا احنا نعمل العكس بعد ما كنا بندافع عن المالك دلوقتي بندافع عن المستاجر في العقد الجديد ان هو المفروض للساكن وليس قصدي للمحلات التجاريه وليس للشقق السكنيه. تمام. انا استوقفني حاجه غريبه جدا أبليك. مالك بيقول لك انا يجي المستاجر يديني 4 جنيه ايجار العقار وفي نفس الوقت بيدفع فواتير التكييف بتاعته والكهرباء معديه ال 1500 جنيه. سؤال وجيه وسؤال ممتاز جدا جدا وهوضحه لحضرتك. قبل ما توضح لي الجزئيه دي عايز اربطها بجزئيه ثانيه. اتفضلي اتفضلي احنا طبعا الاسعار المفروض ان هي بترتفع على المالك وعلى المستاجر. م. طيب ليه المالك بيقف محلك سر وبيتحمل اعاله المستاجر من جيبه يعني أنا عايز أعرف وجهة نظر حضرتك بقى في الموضوع ده من الناحية القانونية والله من الناحية القانونية والناحية الإنسانية مش الناحية القانونية بس هما الإنسانية هما مضغوط عليهم بالظبط هو احنا دلوقتي أنا زي ما قلت لحضرتك أنا اشتريت عربية ثمنها كذا اجرها ب 3 جنيه و جنيه ولا قانون ولا دين ولا شرع ولا أي حد يوافق على هذا الأمور لا شك أن الأسعار في تزايد مستمر والمالك زي ما حضرتك قلت في محل سر يقف متفرجًا على أملاكه وماله فليس من المعقول أن يكون لدي عقار بمليون جنيه وايجار خمسة جنيه مش معقول يعني أو يورث ملكي الخاص لأبناء المستأجر وأسكن أنا وأولادي في الشارع تمام أو يترك المستأجر ملكي المستأجر ياخذ ملكي ويقفله ويروح فين يروح على مدينتي يروح على التجمع يروح على العبور يروح على العاشر من رمضان يسكن في أماكن ويقفل الشقة اللي أنا خدتها من راس من والدي أو بتاعتي وهو يسكن في الاحياء ويسيب لي انا الشقه وانا اقعد في الشارع ادور على سكن اجتماعي فطبعا ما كانش فيه توازن في هذا الامور طيب يعني مأجرين مأجرين العقارات اللي تخصهم وفي نفس أف... الوقت بيسكنوا اولادهم هم بالايجار اللي هم اصحاب اللي أصح... هم الملاك. الملاك اه مز... الملاك انا بتكلم على الملاك بالظبط كده طيب وانا أرى بعيني كل هذا الكم الهائل من الشقق مغلقه وطبعا كان في دكتوره اسمها الدكتوره جليله القاضي استاذ الخ... استاذ التخطيط العمراني كان في بحثها وتكلمت قالت هناك 12 مليون شقه مغلقه في مصر. الشقه ديت هذا العدد قد ينسف ازمه الاستثمار في مصر، الاسكان مش الاستثمار، الاسكان في مصر. ويجلب عائد لمصر بالمليارات. لان انت سايب عقار فاضي ومقفول، الدوله ما بتستفدش منه بحاجه، ليه الدوله انا عايز افهم ايه ايه السر في كده؟ يا السر ان مجلس النواب ورئيس مجلس النواب والنواب السابقين والمجالس السابقه ليه ما بتحركش الموضوع دول؟ فاكر حضرتك بطاقه التموين لما جم يعملوا البطاقات وقالوا هنعمل حصر بالممتلكات الشخصيه؟ فكره البطاقة التموين ديت انا كنت عايز اقولها على موضوع السكن لان انا طبعا انا دلوقتي بتكلم على لمصلحه المالك وبقول ان المالك اتظلم وبقول ان المالك حرام عليكم بقول ما ينفعش ان المالك يكون انا 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 عندي عماره عندي عماره ثمان ادوار او سبع ادوار او ست ادوار ومش لاقي سكن لابني ده ما فيش اي شرع واي دين ولكن هناك امر اخر طبعا على اساس الناس ما تقولش انت بتهاجم انا عايز اعرفك الاول ولا عندي عقار ايجار قديم ولا مستاجر ايجار قديم ولا مالك انا من 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 بلد ما لهاش دعوه يمكن عندنا في بلدنا في صنع الحجر تبع الشرقيه ما فيش عندنا الحمد لله شقه ايجار قديم ممكن نلاقيها في حسينيه في اوس في الزقازيق في كذا فكان طبعا هنتحدث عن الامر الاخر وهو المستضعفين ما احنا احنا اتكلمنا في شق اللي هو شق المالك طيب في ناس تقول يا ظالم عايز تطرد واحده ارمله يا ظالم عايز تطرد واحد فقير او قاصر يا ظالم وتسيبه يترمي في الشارع علشان المالك الباشا يجي ياخد بيته لا نعمل موازنه بالظبط الموازنه اللي زي ما حضرتك قلتيها في بطاقات التموين دي تمام انا عندي القدره في مصر ان انا اعمل بحث اجتماعي للناس المستاجره انا لقيت ناس عندها عندها عربيه مرسيدس وعندها فيلا وعندها كذا فطبعا لابد ان انا اعمل توازن بين الناس دي لا الامر ده مهم جدا جدا اللي هو التوازن بين الفقراء والضعفاء اه طبعا الكلام في الموضوع ده شيق جدا واكيد ان حلقه واحده بس لا مش هتكفي لا احنا 20 حلقه اكيد طبعا لا احنا بنتكلم باختصار التام اه ان شاء الله باذن الله نوعدكم بحلقات قادمه في موضوع قانون الايجار القديم وانتظرونا كل يوم سبت الساعة 3.30 ونص في برنامج همسات في حياتنا على قناة الصحة والجمال